نود توضيح بعض النقاط بما يخص مشكلة الجنوب بالذات، وما يخص نقص الوقود في المنطقة الجنوبية، بصحبتي السيد فؤاد بن رحيم مدير عام شركة البريقع. أود أطلع الأخوة الإعلاميين على ما بذل من جهد بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الرئاسي ومتابعة شخصية من السيد الرئيس بخصوص توفير مشتقات النفط للجنوب الليبي. طبعا حصل الكثير من اللغط للمدة السابقة في قصة مشتقات النفط. المدة الماضية وصل حوالي 17 سهريج إلى الجنوب الليبي، وخص بالذكر منطقة الشاطي. طبعا الوضع الأمني كان سبب رئيسي في عدم وصول مشتقات النفط، سواء كان الوضع الأمني في الطريق المؤدي إلى الجنوب الليبي أو اللي حاصل داخل الجنوب الليبي. لكن بفضل الله والخيرين سواء من شركة البريقع أو الأخوة في النقل، أيضا الأخوة في المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية، والتواصل معهم عن طريق المنطقة الوسطى في الموضوع الأمني. كانت هناك اجتماعات متتالية، اجتماع قبل الأخير هم حضرتكم نقلت هذا الاجتماع لإخوتنا في ليبيا كامل وفي الجنوب خاصة، وتوصلنا فيه نقاط. بعدها كان في اجتماع الأربعاء الماضي مع السيد آمر المنطقة الوسطى، وحقيقة أود أن أشكره في على موقفه معنا في تدليل الصعاب إلى توصيل مشتقات النفط إلى الجنوب الليبي. طبعا بالأمس وفضل من الله العلي القدير توصلنا إلى أن يتم تعبئة 101 شاحنة بكميات من البنزين 3,066,000 والديزل 1,571,000. الإجمالي اللي اليوم جاهز وغدا بينطلق بإذن الله تعالى للجنوب 4,630,000، يعني بمعنى غدا صباحا سيكون في اتجاه الجنوب الليبي 101 سهريج كما ذكرت في التقسيمة ما بين بنزين وما بين ديزل. بعدها بيومين بإذن الله تعالى سيكون هناك رقم آخر أعلى من الرقم اللي توصلنا إليه، وسيكون السيد مدير عام شركة البريقع بشرح تفصيلي على هذا الموضوع. بالنسبة لاستورات الغاز بعد الاجتماع مع السيد مدير عام شركة البريقع والسيد بزينة من مدينة مصرات المستودع، حيكون هناك 5 أو 6 شاحنات بمعدل 2,500 اسطوانة غاز حتكون موجهة للجنوب. الآن كل شيء جاهز، غدا صباحا يتم الانطلاق، لكن أود أن نطمن أهلنا أن نحن حنستمر في هذا الإجراء كما ذكرت بناء على تعليمات المجلس الرئاسي، وأخص بالذكر سيد رئيس المجلس الرئاسي سيد فايز الراج. هو التعليمات كانت واضحة كل وضوح بأن لابد أن تصل مشتقات الجنوب، مشتقات النفط للجنوب الليبي. نعول كثيرا على أهلنا في الجنوب المحافظة على أرواح الناس حقيقة لما تصل لهذه المشتقات إلى الجنوب، لابد أن نهتم بهؤلاء الناس. يعني ناس حملونا السهريج البنزينة بكميات كبيرة، 101 سهريج معناها 101 سائق شاحنة ومساعد، معناها لابد إحنا نتكاتف جميعا من الجنوب أن نضمن سلامة هؤلاء الناس. وغدا سيكون إن شاء الله بإذن الله تعالى كل المحطات حوالي 7 أو 6 مساء تصل هذه السهريج إلى مدينة سبها سيكون ومدينة الشاطي وجنوبنا. إذا تحسن الوضع الأمني إلى مرزب وإلى أوباري وإلى غات وإلى قطرون، هناك بعض المشاكل، لكن حاليا التزويد حيتم للشاطي وسبها، وحيتم تزويد أيضا المناطق الأخرى في حالة تحسن الوضع الأمني، لأن احنا يهمنا حياة السائق أكثر حتى من البنزينة في حدها، أنها توصل نحافظ على أي قطر دم لأي ليبي. فبالتالي نبشر هنا أن الأمور واضحة بناء على تعليمات. نشكر حقيقة المجلس البلدي مصراتة، نشكر الشركة العامة البريقع، نشكر النقل، السيد المنقوش، كل من تعاون معنا. حقيقة الليبيين الآن بإذن الله متوحدين في اتجاه تقديم من الخدمات. لعل وعسى
زميلي سيد فؤاد عندما يضيف في هذه اللحظة. تفضل. شكرا معالي الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. زي ما تفضل معالي الوزير سيد بداد وزير الحكم المحلي في مخصص تزويدات الجنوب، المشكلة والعائق الكبير هو والأساسي هو الأمن، يعني بشكل عام وواضح لكل الناس بأن المشكلة كانت أمنية هي عدم تأمين الطريق، لكن بفضل مجهودات الناس الخيرة تم تكاثف الجهود بإذن الله تعالى، وغدا زي ما تفضل معالي الوزير بإذن الله حتنطلق القافلة إلى الجنوب، وحيكون بإذن الله تعالى متواصل الأيام القادمة، حيكون تواصل دائم، لأن الأساس مشكلة عدم تزويد الجنوب بالوقود من بداية العام هي مشكلة أمنية بحتة. وبإذن الله تعالى نتمنى من شركات التوزيع وأيضا المواطنين والمجالس البلدية بمناطق الجنوب أن يتم التعاون تكاثف الجهود بحيث تصل هذه المنتجات إلى مستحقيها مواطنينا في الجنوب. احنا الآن حيصل 101 سهريج غدا إلى مدينة سبها والشاطي، وفي حالة فتحت الطريق في اتجاه مرزق وباري وغاط والقطرون أكيد سنكون بإذن الله تعالى في الموعد إن شاء الله. وهناك لجنة مشكلة ولجنة أزمة الوقود برئاسة السيد عضو مجلس البلدية السيد غدفي وسعدة رئيس اللجنة، ومعها حوالي 8 أو 9 من أعضاء مجالس البلدية في كل بلدية، هناك عضو مجلس بلدي باش نتأكد أنه وصل كل مشتقات النفط لمستحقيها في الجنوب الليبي. بالنسبة لمكافحة التهريب طبعا هذه مختصة به الجهات الأمنية، احنا بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والشركات أمننا كل ما هو بالإمكان في الزيارة الأخيرة لمدينة مصراتة وبالاجتماع مع سيد برحية مدير عام شركة البريقة، احنا جاهزين وغدا كما ذكرت أنها تنطلق القافلة باتجاه مدينة سبها أو مستودع سبها. لكن بأكد لك أن التهريب بضي داء أصيب به كثير في ليبيا، نحاول معالجته مش وزارة الحكم المحلي فحسب، بدعم الجهات الأمنية لمكافحة التهريب أكيد حنوصل لحلول، لكن حاليا احنا علينا بتأمين الكميات وعلى الجهات الأمنية تأمين الصهاريج حتى تصل مكانها بإذن الله تعالى.